انطلاقة بالنسبة لفريق حتى وركلة جزاء، ركلة جزاء لكن يعمل عليها تراي لكن يسجل جول. هدف لصالح جوناثان كريستيانو يتقدم لنادي حتى. ده الهدف اللي هيدي المباراة حلاوة ومتعة في الوقت القادم من عمر هذا المساء. ادي جوناثان والهدف الأول للاعب جوناثان كريستيانو. هيثم كريستيانو يسجل هدف جميل جدا جدا. بص 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 بص، يا نهار ابيض على الراجل النيجيري ده، النيجيري ده مش ممكن مش ممكن. ادي الكوره وادي الهدف، ادي الهدف. تصرف يعني غريب جدا من ايمانويل، تصرف غريب من ايمانويل. كان عنده 100 حل يعمل غير اللي عمله ده، كان عنده 100 حل يعمل غير اللي عمله ده. الطاقم التحكيمي تاكد منها في ركله الجزاء، عشان كده ما حاولش يرجع خالص سلطان محمد صالح للقرار، لان ركله الجزاء واضحه جدا على المدافع ايمانويل. ركله الجزاء لصالح فريق نادي حتى. ركله الجزاء نفس المكان يا ولد، جميله جميله. جول، جول تاني على طول تاني. كريستيانو جوناثان يسجل هدف تاني جميل، هدف تاني لحتى في اخر 9 دقائق من عمر المباراة. اعتقد في مش اقل من 5 دقائق وقفهم حكم سلطان محمد صالح. وادي علي الحسني، علي الحسني لكن خطا كارثي يعني يتسبب فيه لاعب رقم 99 ابراهيم خميس بالمسكه وبالفار ومساعده الفار. يدي على طول سلطان محمد صالح الحق الثاني وركله الجزاء الثانيه لحتى، على اساس ان حتى يتقدم الان ب 2-0. يتقدم ب 2-0 الان. حقيقه يقدم مباراه كره قدم جميله نادي حتى. المدير الفني يقرا الجيم ويقرا الماتش كويس. وادي تبديلين دفعه واحده، تبديلين دفعه واحده بالنسبه للفريق الحتاوي. ابراهيم خميس يمشي على طول الكوره في المساحات. اوه خطيره خطيره. تالت 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 تالت، امشوا التالت التالت والعرضيه والتالت يا ولد. جول 3 لحتى، مباراه للتاريخ، مباراه للتاريخ للتاريخ. لاعب البديل احمد مللا، هلا هلا عليك يا ابو مللا، هلا هلا على احمد مللا. يتقدم بالهدف التالت، النمبر 20 الاسمراني يضرب الضربه النهائيه. خلاص الحدوته خلصت، الحدوته خلصت، والحكايه حكايه احمد مللا بالهدف الثالث. بالهدف الثالث يا مللا، الهدف الثالث احمد مللا يسجل. بص بص خلاص، بقول لك خلي بالك مساحات، حذاري هنا المساحات خلف لاعبي نادي عجمان اللي اكيد ضاغطين ضغط عالي عشان يحاولوا يغيروا من النتيجه. لكن الحقيقه العرضيه جميله والباصه حلوه وانكار الذات كان جميل هنا في الكره العرضيه الحلوه قوي قوي من جانب اللاعب نهير بيساره. بيساره حط الراجل الكره في طبق من ذهب، بيساره حط للراجل كره في طبق من ذهب. جميله جميله جدا جدا. وملالا في الحاجات دي ما يتوصاش كده. خلاص اعتقد ان حتى خلاص المباراه بالنسبه له مبروك، 5 نقاط غايه في الاهميه هذا المساء. ويتوقف نادي عجمان عند 9 نقاط ويبقى